يمكن للحب أن يتغلب على كل الصعوبات ويكسر العوائق ويحرك الجبال والأنهار ويعبر المحيطات ويغير الحياة. لا يوجد شيء لا يستطيع الحب التغلب عليه باستثناء الشخير أثناء النوم. ويعتبر الشخير السبب الثالث للانفصال في الولايات المتحدة وبريطانيا، ولذلك سنقدم بعض النصائح لمساعدتك على التعامل مع هذه العادة المزعجة. انتبه لنظامك الغذائي، فهذا له علاقة قوية بالشخير. حاول تجنب تناول الأطعمة الدهنية أو المشروبات الكحولية قبل الذهاب إلى الفراش. يعمل الكحول على إرخاء عضلات الحلق، مما يزيد من فرص الشخير أثناء النوم. عادة ما يؤدي التنفس من خلال الفم إلى الشخير أثناء النوم، لذلك من الجيد محاولة التنفس من خلال أنفك. نوصيك بتنظيف أنفك جيداً، وإذا لزم الأمر، استخدم بعض بخاخات الأنف لتنظيف الجيوب الأنفية قبل الذهاب إلى الفراش، وسيكون لهذا أيضاً تأثير إيجابي حيث سيتحسن نومك. حاول النوم على جانبك، فعند النوم على ظهرك، تتداعى قاعدة لسانك وحلقك إلى خلف جدار الحلق، مما يعيق التنفس ويسبب الشخير المزعج. لذلك، إذا حاولت النوم على جانبك، فقد يساعد ذلك في إبقاء حلقك مفتوحاً وتقليل فرصة الشخير أثناء النوم. حاول إنقاص وزنك، وهذه النقطة مشابهة للنقطة السابقة. فإذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن وضعيتك ورقبتك يمكن أن تسد مجرى الهواء وتسبب الشخير. لكن هذه أبسط مشكلة، لأن السمنة تزيد من فرصة الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم. قم بتنظيف المنزل جيداً، فالحساسية هي أحد الأسباب الرئيسية للشخير أثناء النوم، ولذلك من المهم تنظيف المنزل بشكل متكرر وخاصة غرفة النوم. فإذا لم تنجح أي من النصائح السابقة معك، فيفضل مراجعة الطبيب. فقد يكون حاجز أنفك ملتوياً، أو قد تكون مصاباً بعدوى مزمنة في الجيوب الأنفية أو مشاكل طبية أخرى، ويمكن أن يوصي طبيبك بكيفية علاجها.